وللحديث عن هذه الدراسة معنا من جدة الدكتورة نادية نصير، أخصائية اجتماعية ونفسية. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. لنبدأ من الحلول لتجنب ولادة أطفال لديهم اضطرابات عقلية، ما الحلول؟ الأب لن يتغير إن كان عصبي، ما الحلول إذن؟ أكيد بمسي عليك وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات، وبقول إنه هو إحنا عندنا شقين لأنه يتوارث المرض، إما حيكون بيولوجي إنه هو شيء أساساً إنه الأب أو الأم عندهم جهاز عصبي ضعيف، فينشأ الطفل بنفس الجهاز ما يتحمل أي شيء، بيكون جداً حساس وبيطلع عصبي، إما بالنقل عن طريق إنه هو بيشوف صورة الأب صورة الأم بالعصبية اللي هم فيها فيصبح عصبي مثلهم، إما مثل ما ذكر التقرير من ضغوط البيئة ومن الأشياء اللي من حولنا، وإنه فعلاً بعد كده الأمراض اللي هي النفسية بتأتي أو العضوية بتأتي من الحالات النفسية والضغط النفسي والعصبي. إذا كان الإنسان جداً عصبي، وهذا مثل ما قالت الدراسة إنه هم طبعاً من ناحية علمية إنه بيتغير الحمض النووي، فبيطلع الآن بنتحول للشق اللي هو البيولوجي، فيطلعوا الأبناء بنفس الطريقة إنه هم عصبيين ولا يتحملوا شيء، بيكون جهازهم العصبي جداً حساس. فإحنا تجنباً لهذا كله إنه أي إنسان يكون بيلاحظ في نفسه العصبي وإنه ما عنده طريقة لأنه هو يسيطر على نفسه ويسيطر على أعصابه في المواقف، يشوف إيش هي المواقف اللي بتخليه إنه هو يعصب زيادة عن اللزوم، يبتعد عنها أو إنه يلجأ للمساعدة. كلنا لابد إنه يكون الإنسان عنده القدرة والفهم على إنه هو محتاج للمساعدة، فلابد إنه يلجأ للمساعدة، إما الاستشاريين أسريين أو استشاري نفسي أو إما لطبيب نفسي. فممكن إنه دكتورة ماذا عن عصبية الأم؟ هل ذاتها هي ممكن أن تنتقل إلى الأطفال؟ طبعاً هو عندك قلنا شقين، إما بيولوجي بيكون نفس الجهاز العصبي بيورسوه إنه هو ضعيف فما بيتحمل المواقف، نعم، بيكونوا عصبيين، إما بالنقل بيشوفوا التربية بالنقل، بيشوفوا إن الأم بتعصب لأسباب معينة، لمشاكلها بينها وبين زوجها أو ضغوط مادية أو ضغوط في الطبيعة أو ضغوط من الأهل، فبيشوفوا تصرفات الأم في المواقف إن هي كيف عصبية أو الأب، فبياخدوها بالنقل كأنه هو أمر مسلم به إن هم في المواقف اللي هم يغضبوا فيها لابد إن هم يكونوا عصبيين، نعم، مثل الأم مثل الأب. هو الطفل بيعتقد إنه هذا حل من الحلول لعصبيته أو إنه شيء طبيعي في التصرفات أو إنه سلوك طبيعي ما يفقه له. دكتورة طيب، نسبة إصابة الأطفال باضطرابات العصبية نتيجة لعصبية الأب أو أيضا الأم هي ذاتها بين الأطفال الذكور والإناث أم تختلف؟ لا هي ذاتها بتكون، ولكن إحنا خلينا نقول إنه الإناث كمان بيكونوا حساسين أكثر، ممكن بيكون نسبتهم أعلى لأنهم يصابوا في المستقبل بالاكتئاب، أول ما يبدوا يفهموا بيصابوا في اكتئاب، وأحيانا أطفال بيصابوا في اكتئاب والناس تقول لك لا معقولة طفل يصاب باكتئاب؟ لا يصاب، يدخل في حالة اكتئاب الطفل والأهل ما يعرفوا أنه هو مكتئب لأنه بينطوي ينزوي أو أنه يكون عنده سلوك عدواني أو أنه يكون عنده شيء من البعد عن المجتمع والانطوائية، كل هذه هي حالات من حالات الاكتئاب، أو أنه دائما حزين ويبكي للا شيء، فقط أنه هو يبكي الطفل تجدير حاله كده يجلس يبكي، فهذه كلها حالات اكتئاب بتصيب الأطفال بس الأهل ما يعرفوا أنه كيف طفل يصاب باكتئاب. لا يصاب، فلا بد انه اي بادره من البوادر اللي هي بتظهر على الطفل انه احنا نعالجه او انه احنا نساعده، نبدا نهتم انه هناك في، نعم دكتوره، خطر في الموضوع، ولا بد انه احنا ما نسكت عليه حتى ما يجبل او يكبر على هذا الشيء الطفل، فانه الوقايه خير من العلاج. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه من جده، حدثتنا الدكتوره ناديه نصير اخصائيه اجتماعيه ونفسيه.